سمعت من أحد الأشخاص يقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه بأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بأنه حديث غير صحيح، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أنا لا أعلم حال هذا الحديث، ولكن معناه صحيح، فإن إحسان العمل وإتقانه يكون من النصيحة ومن إبراء الذمة ومن الأمانة التي يؤتمن الإنسان عليها، فمعناه صحيح يتوافق مع النصوص الأخرى. نعم، بارك الله فيكم.